في أزمة جديدة في الداخل الإسرائيلي بعد هجوم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجيش والمحكمة العليا. الحقيقة أن هذا الموقف هو بيضاف لمجموعة من الأزمات والانقسامات في الداخل الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة. عايزين نعرف تأثير هذا الموقف سواء على العدوان على غزة أو حتى تأثيره على نتنياهو شخصيا. معانا على التليفون دكتورة هبة جمال الدين، أستاذة العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي. صباح الخير عليك دكتور. نور يا فندم، اهلا بحضرتك. في البدايه، تاثير هذا الهجوم من قبل نجل نتنياهو على الجيش والمحكمه العليا الاسرائيليه على العدوان على قطاع غزه في هذا التوقيت؟ طبعا التوقيت توقيت خطير، لان يعني هم في مرحله حرب. فتصريحات نجل نتنياهو، هو يحسب على نتنياهو على الحكومة الإسرائيلية. هو ما ذكره بدأ باتهامات بالمحكمة الإدارية العليا، وإنها كانت السبب إنها غيرت قواعد فك الاشتباك وفي على الحدود، وإن ده كان السبب في تأخير الرد الإسرائيلي تجاه مقاتلي حماس يوم 7 أكتوبر. وطبعا ده يعني أثار حفيظة الكثير داخل الجيش الإسرائيلي، وردت عليه حتى جماعة أخوة السلاح وقالت له أنت تمثل يعني التشويه، وأبوك بيمثل التغييب، وزمن أبوك انتهى. وبدأوا يقولوا له انتظر التحقيقات. طبعا الكلام ده كله لابد من قراءته في سياق أكبر. يعني هو بدأ ينتقد ما يحدث تجاه أبوه من استطلاعات رأي تؤكد أن نتنياهو فعلا عصره قد ولى، وأنه إذا حدثت انتخابات سيكون نتنياهو هو يعني خارج الحكومة الإسرائيلية. وحتى أن هناك انقسام عليه داخل حزب الليكود نفسه. وطبعا هو بيحاول بشكل أو آخر، وإحنا ما ننساش أن من فترة كان بدأ يتصور ابنه على ساحل ميامي تستفز الجيش الإسرائيلي. صحيح. والمجتمع الإسرائيلي، وبدأوا أهالي الأسرى يقولوا له أنت بتضحي بأولادنا مقابل أن ابنك اللي هو في سن التجنيد يعني مستمتع بحياته. وده بيبتدي يشق يعني العقيدة داخل المجتمع الإسرائيلي، إن كان هناك عقيدة يعني. إزاي بيقدروا أن هم في هناك فجوة بين يعني القادة في إسرائيل، أن هم بيحموا أولادهم ويحموا أسرهم، مقابل يعني أن هو مقصر في إطار الأسرة، خاصة أن يعني هناك أهل الأسرة وحوالي أكثر من 60% من المجتمع الإسرائيلي كانوا مع فكرة الهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرة. بدأوا يعملوا مظاهرات أهالي الأسرة، حتى في جلسات احتجاج في الكنيسة. وملف الأسرة فعلا بيحرج نتنياهو وبيحرج الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية. أيضا بدأ يائير لبيد بينادي بعقد انتخابات مبكرة. الوقت ده اللي جانتس بدأ ينادي ويقول لا، ده أن الحديث عن عقد انتخابات مبكرة أمر عبثي، إحنا في حالة حرب. نتنياهو كان رد فعله انتظروا ما بعد الحرب، لأن هو بيراهن على تسويات جديدة في سواء بالنسبة لتصفية القضية الفلسطينية وبداية تغيير ملامح الشرق الأوسط، وشايف ان ده سيصب في صالحه. وخصوصا ان يعني ما تذكره مراكز الفكر الغربية، يعني ان مصير نتنياهو نفسهم شايفينه سيكون بيد الناخب الإسرائيلي. وطبعا ده بيخرج نتنياهو من طائلة اي عقوبات على المستوى الدولي كمجرم حرب. ولكن يعني يمكن الامر الجيد في هذا السياق هو تقديم يعني 4 دول منهم جنوب افريقيا وفنزويلا للمحكمة الجنائية الدولية تطلب بمحاكمة نتنياهو وقادة اسرائيل كمجرمي حرب. ايضا تحريك بعض الشخصيات العربية والاسلامية لقضايا في المحاكم الاوروبية ضد قادة اسرائيل الذين يحملون الجنسيات الاوروبية كمجرمي حرب، لان حضرتك عارفة ان المجتمع الاسرائيلي 80 جنسية كلهم. صحيح. معهم جنسيات مزدوجة. صحيح. طيب دكتور هبة، يعني لو وصينا للصورة الأكبر بشكل عام كده، هنلاقي أنه نتنياهو الآن أصبح حتى في مرمى انتقاد الدول الغربية إلى حد ما، اللغة تغيرت إلى حد كبير، وأيضا هو في ورطة أخرى ما بين تظاهرات المواطنين في الكيان الإسرائيلي وحتى ما حدث من نجله وهجومه على الجيش والمحكمة العليا أيضا. يعني وضع بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، ولأي مدى يقدر ان هو يطيل امد هذه الحرب، خاصه انه حتى الاقتصاد الاسرائيلي يتداعى؟
ده مظبوط، يعني في مشاكل كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي. تكلفة الحرب بشكل يومي حوالي مليار دولار، الدبابات والمدرعات اللي بيتم تفجيرها من قبل مناضلي حماس والمقاومة الفلسطينية بتكبل إسرائيل يوميا مليارات الدولارات. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ترى أن هذه الحرب عبء اقتصادي عليها، وده احنا شايفينه في المناقشات داخل الكونغرس الأمريكي. صحيح. أيضا بدأ الحديث عن يعني هل نتنياهو يعني سيستمر، ودي فعلا يعني ما بعد نتنياهو اصبحت يعني برضه السيناريوهات تتحدث من قبل مراكز الفكر في ذلك، وخصوصا ان معاريف كانت عامله اكتر من استطلاع راي ترى ان شعبيه نتنياهو في تضاؤل كبير وانه لن يكون له مجال في الحياه السياسيه بعد ذلك، خاصه ان بينتظر نتنياهو قضايا يعني السجن بسبب قضايا فساد داخليه، وان حديث ابنه في حول المحكمه ياتي في اطار اكبر هو تغول ابوه على القضاء الاسرائيلي. واحنا شفنا ان هو حاول بشكل او اخر قبل حرب غزة ان هو يعني يعمل تعديلات تجعل او يعني تطلق يده بشكل اعلى عن القضاء الاسرائيلي. ايضا بالنسبة لنتنياهو نفسه، هل يمكن ان يستمر؟ لا، هو دلوقتي بدأ الغريب ان بدأ يتم طرح امام داخل حزب الليكود نفسه قادة يتحدثون عن امكانية الاطاحة بنتنياهو كشخص في هذا التوقيت، وإمكانية إقامة حكومة وتشكيل حكومة برئاسة الليكود مع الأحزاب الدينية المتطرفة الموجودة دلوقتي. وده طبعا ده نوع شكل من الانشقاق داخل الحزب، حزب الليكود اللي بيرأسه نتنياهو. أيضا بدأ الحديث عن يعني المقابر، يعني بعض المقابر الإسرائيلية للجنود الإسرائيليين بدأوا يتحدثون مسؤولون عنها أن كل ساعة ونص بيجي لنا معدل. وهو ما لم يعلن عنه حتى اللحظة نتنياهو بشكل واضح رسمي. طبعا، وبيقول ان الاعداد قليله جدا، لكن حتى الان بكل تاكيد الاعداد كبيره نتيجه الاستهدافات من قبل المقاومه كما نرى. شكرا جزيلا دكتوره هبه جمال الدين، استاذ العلوم السياسيه بمعهد التخطيط القومي. الف شكر لحضرتك.